ولنقاش هذه الدعوات للزحف والمرابطة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وسط تجدد اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشينش. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، حياكم الله. أستاذ محمد، ما رمزية دعوات للزحف والمرابطة في المسجد الأقصى وأهمية استمرارها خاصة في هذه الفترة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية لابد من ذكر ملمح مهم يعني يحصل الآن في مدينة القدس، وهو محاولة الكيان الصهيوني فرض أمر واقع جديد بعد أن استطاعت المقاومة أن تفرض حالة ردع لهذا الكيان، وبالتالي يحرص الكيان الصهيوني على أن يعيد حالة التموضع التي كان يفرضها في قبل معركة سيف القدس لما كان عليه الحال قبل ذلك. الآن هو يرسم هذه الحالة، بالمقابل يصر أهلنا المرابطون والمرابطات وأبطالنا في القدس على أن لا يرسم الاحتلال هذا الملمح في مدينة القدس ويمنعه من أن يفرض الواقع الذي يريد. وبالتالي الدعوات التي يدعو لها الاحتلال الصهيوني والمتطرفين الصهاينة للاقتحامات يقابلها صمود وثبات من أهلنا في كل مناطق 48، ودعوة للمرابطة والصلاة من صلاة الفجر الأمس وحتى الآن، ويتوافد المرابطون إلى ساحات المسجد الأقصى للتصدي رغم المشاهد التي رأيناها جميعا عبر الفيديوهات التي توضح كيف كان الصهاينة يستفزون ويضربون. وصل الأمر لأن يضربوا المرابطات ليستفزوا كل مشاعر الأمة جميعا. لماذا هذا الإصرار من قبل الاحتلال على استمرار اقتحامات المسجد الأقصى والقدس في ظل حديث عن سيطرة تامة على المدينة المحتلة؟ مركز الصراع هو مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديدا، هذا هو بؤرة الصراع والحالة التي يريد الصهاينة أن يفرضوا واقعا جديدا كما حصل في مسجد خليل الرحمن. كلنا نعلم أن الاحتلال الصهيوني يخطط منذ سنوات طويلة إلى التغيير الزماني والمكاني، إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى. هذا الأمر طوال هذه الفترة لم يستطع الاحتلال أن يفرض هذه المعادلة. قادات الحركة الصهيونية يرون أن الفرصة هم مواتية لهم الآن لأجل فرض واقع جديد في المسجد الأقصى. طبعا الأحداث التي جرت تحديدا في معركة سيف القدس أثبتت أن الشعب الفلسطيني والأمة لن تمرر مثل هذه المخططات، ولكن الكيان الصهيوني يريد أن يفرض هذا الواقع حتى يخرج من أزماته الداخلية. كلنا يعلم أن اليوم الكيان الصهيوني ليس له رأس، ليس له قادة، كل الحكام الذين يحكمون الكيان الصهيوني الآن هم عبارة عن مجموعة غير متوافقة وغير مترابطة، وبالتالي يخرجوا من هذه الأزمة إلى حالة قدسية يريدوا أن يفرضوها باتجاه تحقيق هذا المكسب حتى يثبتوا سلطتهم ويحققوا ما لم يستطعوا أن يحققوه في السياسة. هذا الأمر لا يخفى على أهلنا والمرابطين. نفس هذا التصعيد أستاذ محمد، المعذرة على المقاطعة، نفس هذا التصعيد كان في الأيام التي سبقت معركة سيف القدس. إلى أي مدى تظن أن المحتل بطريقة أو بأخرى يريد أن يجر المقاومة إلى حرب أخرى؟ أنا القصة ليست جر إلى حرب، القصة أن شعب الفلسطيني هو شعب محتل، وهناك مقاومة. إن لم تستطع المقاومة أن تدافع عن مقدساتها فما هو فائدة هذه المقاومة؟ المقاومة لها جهوزية عالية واستعداد كامل للتصدي لأي مساس بالمقدسات. هذا الأمر بات واضحا للكيان الصهيوني، وهو اليوم حقيقة يلعب بالنار. أنا قلت لك يعني المسألة مرتبطة بمحاولة فرض واقع سياسي جديد في فلسطين وهروب من الأزمة الداخلية للكيان الصهيوني باتجاه تحقيق مكسب في مدينة القدس المقدسة للمسلمين جميعا، وذكرت لك أن هذا الأمر له حساسية للأمة جميعا ولن يقف الناس مكتوفي الأيدي. نحن لا نراهن على موقف دولي ولا اتحاد أوروبي مطلقا، لأن هؤلاء كل ما يفعلوه هو تخدير لمشاعر الفلسطينيين ومشاعر الأمة بالاستنكارات والشجب الذي
يقولونه، ولكن حقيقة الأمر إنما هم يريدون تمرير مثل هذه المسائل، ولكن لا يريدونها بالطريقة الصهيونية، يريدونها بطريقة سلسة حتى لا تحرك مشاعر المسلمين ولا تحرك مشاعر الفلسطينيين، كما رأينا في معركة سيف القدس كيف توحد شعبنا الفلسطيني على هذه المقاومة، وكل القطاعات سواء في 48 في الضفة في القدس في غزة وحتى في الخارج كلهم كانوا يدا واحدة للتصدي لهذا المشروع الصهيوني، ومعهم الأمة طبعا لم يكونوا نتحدث عن هذا الفرق الذي صنعته أو صنعه الفلسطينيون في الداخل من خلال الأدوات الجديدة أو الثقافة الجديدة في مواجهة الاحتلال. ما مدى أهمية مثل هذه الأدوات سواء بالتركيز على مواقع التواصل الاجتماعي أو التوحد بالذهاب بكثافة للقدس المحتلة والتواجد هناك؟ يعني بالحديث عن الأدوات الجديدة، نحن اليوم وهذا واقع نلمسه ويلمسه كل مراقب وكل متابع للشأن الفلسطيني، الرواية الصهيونية التي لطالما كانت هي الرواية المصدقة عند العالم كله، اليوم هذه الرواية باتت محل تكذيب، وهناك رواية فلسطينية بدأت تطرق مسامع كل العالم ولها قبول كبير جدا. نحن شاهدنا كيف تم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأوصلوا رسالة واضحة مفادها أن هناك احتلال وهناك شعب فلسطيني مقاوم. هذه الرواية وهذه السردية لم تكن موجودة في العالم. نحن اليوم هذا الأمر بات من المسلمات أن هناك حالة احتلال وهناك غضب عند مؤسسات كثيرة في العالم من أحرار العالم، حتى في قلب واشنطن هناك مظاهرات خرجت أثناء معركة سيف القدس. هذا لم يأتي من فراغ، هذا جاء نتيجة الحراك الذي استخدم مواقع التواصل الاجتماعي واستطاع أن يوصل القصة بشكلها الحقيقي. كلنا شاهد المظاهرة التي خرجت في بريطانيا جاوزت 100,000، وهذا المكان هو معقل المكان الذي دعم الكيان الصهيوني عندما كان هناك وعد بالفور، انطلق من بريطانيا نفسها. بريطانيا اليوم تنتفض ضد ما يمارس في مدينة القدس من الأحرار، المكان لا يخلو من أحرار، وبالتالي هذا هو الانتصار الحقيقي. شكرا جزيلا لك رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا أستاذ محمد مشينش، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.